تاني واحد من النجوم، كلنا كنا منتظرينك، الكل كان بيدعي لك النهارده بيقول يا رب يحافظ على اكرم. روحك موجوده وشخصيتك موجوده، نظرتك من اول ثانيه نزلت بصيت شفت الملعب بتدي رساله للجميع. مبروك يا اكرم النهارده، مبروك عودتك من جديد، مبروك وجود النادي الاهلي في اول مباراه وفي انطلاقه الموسم بالشكل اللي يقبل النادي الاهلي. ان شاء الله كده يا كريم دايما نسجل مع بعض في المكسب، يعني ده اول حاجه. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء بتاع اللعيبه اول حاجه، وعلى المكسب ده اهم حاجه. يعني زي ما قلت لك قبل كده، يا اما مكسب يا اما ما في، يعني لازم مكسب يعني. والحمد لله النهارده لما كنت كلمتك في اخر مره قلت لك اداء ومكسب، الحمد لله النهارده اداء كويس. رساله للجمهور ان شاء الله كل حاجه باذن الله، بفضل الله باذن الله هتبقى لينا احنا ان شاء الله. هنتعب ونحاول ونعمل كل ربنا يقدرنا عليه عشان خاطر نسعد الجمهور، وان شاء الله دي يعني رساله للجمهور باذن الله ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نرجع الدوري تاني ونرجع ان شاء الله افريقيا تاني باذن الله. شوط اول انتهى، عندنا لسه شوط تاني في القاهره برغبه كبيره بدوافع اكبر. شايف التحضير ازاي وشايف اهميه المباراه التانيه؟ الفرقه دي مميزه جدا، عايزه مجهود كبير يا اكرم كمان بالنسبه لك. صح، يعني هقول لك على حاجه، ما بحبش اطلع اعذار يعني واجي اقول لك مثلا الملعب وحش او او او، لكن يعني شخصيه النادي الاهلي بتبان في اي مواقف يعني. فالحمد لله على المكسب، لسه في شوط تاني في مصر، ان شاء الله نموت نفسنا ونكسب عشان ناكد على الفوز. وواحد برضه يعني من الناس اللي نزلت موتت نفسها، حتى لو قول مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، دايما نازل اكنه بيلعب من الشوط الاول، اللي هو حسام حسن يعني، ربنا يكرمه ان شاء الله. واتمنى التوفيق باذن الله للفرقه ومعانا مع بعض كده ان شاء الله نكون احسن حاجه باذن الله. حبيبي.